للأسف ما زلنا نحكي على الاعتداءات المتكررة على المعلمين في قاعة الدرس. واليوم باش نمشيو لنابل ونحكيو على المعلمة اللي كلاتت ريحة للأسف من زوز أولياء، يعني مرأة ورجلها، دخلوا لها للقسم، عطاوها ريحة، عفسوها بساقيهم للأسف قدام تلامذة، والمربية ما زالت في المستشفى. معناه شنو رأيك؟ الموضوع هذا حديث برسك سمعنا بها، الحكاية هذه حكاية أليمة، هذه تعكس معناها تصرف نتاع تلامذة تجاه المربين. المعلم راهو مربي، راهو يعوض الأب، ما كاد المعلم وهنا يكون رسولا. معناها دوماج الحكاية هذه، راهو يعكس المناخ العائلي. المناخ العائلي وقت اللي تبدأ الأسرة تربيش في صغارها، نشوفوا سلوك التلميذ. ما راعنا تويكا كنا نعانيه معناها في سلوك التلميذ، ونحبه معناها يكون عمل جماعي أخلاقي العائلة والمربي باش ننهضوا بالشباب وصغيراتنا. تويكا ما راعنا كان الأولياء، شكون مش يأطر الأولياء بربي؟ كيفاش نعمل معناها تو كان يلزم حصص في المدارس للصغيرات باش يقولوا لهم ربيوا أباكم وربيوا أمهاتكم. العكس ما يجيش، هذا يندله الجبين بصراحة، شيء ما يعجبش وما يسرش وما يجيش أصلا. يا أخي وينهم التربية؟ وين الوالدين كي تربي أولاد على الصحة وعلى معناها قدر المعلمة وقدر وينهم يا أخي؟ وين التربية؟ الباز من الوالدين، الباز من الوالدين. مش معقول هذا، حتى تعرفوا ما يجوزش وحرام في ديننا أصلا. أنا نعتبرها جريمة شنيعة في حق المربي وفي حق المجتمع. نحن تو في 2024، تونس سباقة في التعليم، والتونسي معروف بالاعتدال، وكي نوصلوا للحالة هذه فناقوس الخطر يدق. أولا مهما كان المعلم قد يكون مذنب في حق الولي ولا في حق التلميذ، فما أساليب للتشكي، فما أساليب للمصالحة، فما أساليب للبحث إلى آخره. أما أنه يدخل للمؤسسة التربوية، وهنا نحمل الإدارة مسؤوليتها، كيفاش ولي يدخل من الباب ويدخل للقسم ويضرب الأستاذ ويعتدي عليه بالعنف، لهنا جريمة. أنا أعتبرها جريمة كبيرة، والتعليم والقوانين التعليم لابد أنها تتصلح، لأنه آن الأوان ما عادش عندنا باش نوصلوا اكثر من هيك. اذا كان المعلم تضرب في اي جيل احنا بنربي، وفي اي معناها مستقبل لاطفالنا. في نفس الوقت اذا كان بصراحه اذا كان المنظومه التربويه كلها ما باني على، مش باني على صح، باني على خور. الاس اللي باني عليه المنظومه التربويه هو معناها منظومه اقل ما يقول عنها مبنيه على خور، مع شم احترام، مع شم أسس صحيحة يبنى عليها التلميذ النشأ، فيكون نتيجة طبيعية هذه، أنه يعتدي على المعلم في القسم والناس كلها تتفرج في نفس الوقت. إيش تفسر الاعتداءات المتكررة على الأطر التربوية؟ والله هو الجو العام مشحون، الجو العام مشحون، تم شحن الأولياء ضد المربين باعتبار الظروف نتاع البلاد، وباعتبار الوضعيه اللي عايشينها نحن توا، وباعتبار الظروف السياسيه والاجندات، كل واحد يخدم في الاجنده نتاعو على حسابنا وعلى حساب المربين وعلى حساب التلامذه وعلى حساب كل شيء. شويه من حنا وشويه من رطابه اليدين، شويه زاده الوالدين على التربيه الباز الاولاني، الثانيه زاده الاستاذه كي ما تعرفش تاخذ الصغير اسلوبها وبكلامها الطيب، فهمت؟ وبال حتى بالكلام حلوره هي كل قط، هو كل قطوس الصغير باش به يجي معاك، وما زاده ما توجعوش في الكلام، شويه هكا شويه هكا. ما المكثر الوالدين هي مربيه باش تربي. تاثير نتاع الحادثه هذه على نفسيه المربي ساعه؟ تاثير سوسيولوجي بصراحه، تاثير نفسي صعيب برشا. معناها تصور معناها راهو المربي في حد ذاته باللي مش يكون المستوى، راهو عنده امانه مش يؤديها تجاه الصغيرات، معناها يصبح يتعنف ويتهان. وكل مره معناها مش مره ومش اثنين ومش ثلاثه كنا نعانيو فيه في صغيراتنا، مش تولي من الاولياء بصراحه. بين مستوى
نفسي شنو هي الحاجه اللي تشجعه باش يعطي لو بلوس. بصراحه انا المربي ولا ربي يعطيه القوه، والله انا مش نعبر باش تلمو مستاء تلمو متالم، والله متالم انا نحط روحي معناها نخدم نتعنف ما تجيش الحكايه بصراحه. يلزم معناها شد العقوبات، يلزم تتسلط على الاولياء وعلى التلامذة اللي تعتدي على المربي باش ننهضوا بمجتمعنا. يلزم نحافظوا على المربين ونحافظوا على وسائل معناها التربية اللي هي المدرسة المعاهد، هذوما نحطوهم في عينينا نحافظوا عليهم باش نلقاو مجتمع راقي مجتمع مثقف مجتمع متخلق. يلزم معناها شط العقوبات معناها تسير على ونرفضوا الاعتداءات هذية، والمربي مهما يكون بصراحة ديما يتعرض معناها للاعتداء اجتماعي وللاعتداء أخلاقي وللاعتداء لفظي وعنف. معناها المربي ديما يكون أرقى من هذاك، وديما يكون صابر وديما يكون حامل، لأنه عنده رسالة قوية برشا. هذايا اللي نعملوا عليها على المربي، والمربي معناها الأمور الشاذة هذية والحاذات الشاذة هذية ما يخوهاش بعين الاعتبار. يعرف اللي قدره عالي، يعرف اللي قيمته كبيرة وأكبر من الشيء هذايا. ذاك علاش معناها إن شاء الله يا ربي يتجاوزوا معناها المشكلة هذية والاعتداء هذية، يتجاوزوه برقيهم وبأخلاقهم العالية وبسمائهم. وفانت كونت معناها حاجة وطنية وأخلاقية يقوم بها إن شاء الله. معناها يردوا المربي السيء بالجميل، وهذية معناها رسالتي لهم. وإن شاء الله يا ربي نتجاوزوها الحكاية هذية في أقرب وقت. هي نهار الجملة واحدة ونفس نيتها ما عادش تغزر فك المنظر هذاك، تقول لك جفلت ما عادش تنجم تقري، فهمت؟ ومش معقول وما يجيش حتى طرف. ما كناش نحن قبل هك، كنا حتى كبير الحومه نخافوا منه، واستاذنا نكلموا هك بالحشمه وبالخوف، ما كناش منعرفش بيه شيء تسيب هك جمله واحده عليه، من قله التربيه من الوالدين من الاحتياج من ما فهمتش انا شنو ولا الوضع. اذا كان التلميذ ولا الولي بصفه خاصه يضرب المربي، فلا خير فينا ولا في دنيانا ولا في مستقبلنا في الحقيقه. هكا ما ثم حد شيء. اذا كان المعلم كاد المعلم ان يكون رسولا ويعتدي عليه في القسم قدام التلامذه، فهذا اخر المطاف في الحقيقه. فما عندناش لا تعليم في الحقيقه. ممكن نكبر شويه الموضوع، لا عندنا لا تعليم ولا حتى شيء. قاعدين نعملوا في الجارد، وكل واحد يجي كيما قلت يتصرف كيما يحب قدام زادة. واذا كان اذا شفت المربي توا، اذا كان السلطه اللي فوق من المربي ما تحترمش زاد المربي. معناها ما نعرفش عندك فكره ولا انه مربين معناها من اجل ما نعرفش موقف ما نعرفش شنو هو يتم معناها حجب معناها او سحب معناها وطرد وكذا. اذا كان المعلم ما عادش يحترم، فاذا كان السلطه ما تحترمش المعلم فبالك الولي. في نفس الوقت معناها كيما قلت لك الاس اللي باين عليه المنظومه التربيه اس فاسد. هو قيمته من قبل وضعت تحت الأقدام، يعني إطار التعليم لا يعامل كبقية الإطارات، سواء في الراتب سواء في الاهتمام سواء في المعاملة سواء في الإنجاز. في كل المشاريع فما اهتمام، إلا في التعليم فقط ما فماش اهتمام. من قبل الأستاذ مهان سواء في راتبه سواء في المعاملة معاه متاعه. يعني إذا تمشي أنت للمؤسسة البنكية وتشد الصف وتشوف الأستاذ باش ياخذ منحة إنتاج 36 ألف مهزلة. حسب رأيك أنت علاش اللزوز أولياء هذوما ما توجهوش مثلا شكاوا بها ما تبعوهاش عندهم في المندوبية مثلا؟ نمشي بالقانون. ما نخالفش القانون ونمشي نمشي زي راسي. يا أخي ولات هما جاية البلاد، ولات العباد هما جاية، هما حيوانات تربيت، خلي عباد ما تربيش. هما حيوانات كيفاش وش بيه يتربى؟ خلي تلامذة وخلي شبيكم. هم فانا عهد فانا ما نعرفش انا والله ما نعرف عامل الدنيا تتبدل ولا العباد تتبدل. احنا نعرفوا انه بالقانون ممنوع انه مربي ام او ابو يدخل للقسم وقت المعلم يبدا يقري. كيفاش دخلوا ذوما القسم؟ شوف ايش نقول لك، هذه مسؤوليه الباب، مسؤوليه المدير، مسؤوليه الباب بصفه خاصه. من المفروض انه ما يدخلش، حتى كي يدخل الولي باش يقابل المعلم يمشي للمدير في وقت الراحه في الحقيقه. زاد نحن نطبقوا القانون
عيط له البيرو نتاعه ويحكي معاه، واذا كان عنده تظلم وتشكي يمشي يشكي المندوبيه الجهويه في الاخير. باش ياخذ حقه بيده معناها. ياخذ فهمتوها. لكن كل واحد ياخذ حقه بيده تولي فوضى عارمه معناها. يلزم السلطه لهنا تحمي بصراحه، نداء للسلطه، نداء لوزاره التربيه، نداء لوزاره الشؤون الاجتماعيه، نداء للامن زاد كذلك، باش نحميو المربين نتاعنا. المربين نتاعنا هم القدوه نتاعنا، باش وليداتنا يطلعوا معناها في قيم عاليه اخلاقيين واجتماعيين. ما راعنا كان معناها يكون الاعتداء من الاولياء بصراحه يلزم تامين. وفما خروقات في المدارس، فما في المعاهد، فما في كل منشآت وزارة التربية، كسوا وزارة التربية والوزارة التعليم العالي زادة، يلزم منشآت تتأمن بالحراسة بتأمين. معناها هذه نقطة يلزمنا نراجعوها. أعوان سلامة ويلزم، ولا الأمن في حد ذاته، أعوان الأمن الوطني يلزم بصراحة. هذا نداء مني أنا، مش نقول حادثة أليمة وكذا.